إضراب بعض القضاة. علينا أولا أن نعرف بأن ليس كل القضاة الذين يعني جنحوا إلى هذا السلوك. القضاة هم رجال القضاء ورجال العدل، وإذا ما كانت تلك هي صفتهم فما عليهم إلا اللجوء إلى القانون من أجل إيجاد حل لما يعتبرونهم مشكل. هذا في الوقت الذي نحن على يقين من أن وزارة العدل وعلى رأسها معالي وزير العدل حافظ الأخدام قد اتخذت يعني بالنسبة لهذه التحويلات ويعني التعيينات كل ما يقتضيه القانون، قانون القضاة الذي هو أساسا من يعني صنع القضاة ذاتهم. ولذلك نتمنى أن يتم الاحتكام إلى الحكمة وإلى الروية وإلى أخلاق المهنة التي سإن شاء الله تساهم يعني في طرح السكينة التي نحتاج إليها في هذا الوقت الذي الشعب برمته على استعداد لتحمل مسؤوليته التاريخية وللتعاطي إيجابا مع ما يعني مع المبادرات التي من شأنها إن شاء الله أن تمكن البلاد من الخروج من الظروف الحالية والذهاب إلى بر الأمان.